السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رابع. اليوم إن شاء الله بإذن الله حناخد تقرير الكسور. تقرير الكسور عادية، كسر عادي، بسط ومنقار أو أعداد كسرية اللي هي عدد صحيح وكسر. يا مس هذا الدرس يعني بس للعلم الشيء، يعني ما في شيء، بس إن شاء الله بإذن الله نحاول نفهم إيش هو التقرير هذا. الآن لو جيت اللي هو 3 على 4، 3 على 4 هي أقرب، 3 على 4. لو جيت رسمت لك رسمة بالشكل هذا وحكيت لك مسألة عندي 3 أرباع بالشكل هذا وعندي 3 ألونت، طبعا لونت هون الملون، حتقولي لي 3 على 4. طيب هل هي أقرب إلى الواحد أو إلى النصف؟ هذا النصف، شايفينه؟ هذا النصف، هي عدت النصف، هي عدت نصف، عدت النصف. لما تعدي النصف بتصير اقرب لمين؟ للواحد. بقول هذا اقرب للواحد، يعني هي اصلا التقريب بيقع بين الواحد والصفر. التقريب بيكون واقع بين الواحد والصفر، يعني لو جيت مثلا هون عندي اعرف المثال، عندي بس عندي هذا المدور، حتقولي لي هذا واحد على 1 2 3 4 ربع. طيب هل هي أقرب للواحد؟ مو بس، بس أقرب لمين؟ للصفر حتقولي لي، لأنها أقل، أقل من النصف، أقل من النصف، أقرب للصفر. هون ليش أقرب للواحد؟ هي أكبر من النصف. ما دام كانت أكبر من النصف بتكون قريبة من الواحد، أكثر من النصف، أكثر من النصف، تكون قريبة من الواحد. لكن لما تكون أقل من النصف، لما تكون أقل من النصف بتكون قريبة من الصفر، بتكون قريبة من الصفر. واضح الحكي مس؟ هذا الحكي اللي بدي أفهمك إياه، من الصفر الواحد والنص. ممكن تكون تقريبا قريبة من النص، في أرقام ثانية تكون قريبة من النص. دير بالك بس على الأشياء اللي بحكي لك إياها. اليوم بدنا نشوف كيف هذا الحكي بدك يا مس تعملي. طبعا أنا مش حفرطم كل مرة، أنا حعمل إني أشوف هل هي قريبة من النصف، هل الكسر هذا اللي عندي قريب من النصف، قريب من الواحد، حتى لو كان 2 وكذا، هي بس أنا بدي من الواحد للصفر بس، وممكن أكون بينهم نصف. بينهم يعني من الواحد للصفر والبينهم النصف، صح ولا لا؟ صح؟ من الواحد للصفر وبينهم النصف، يعني لو جيت عدد أقول لك هاي عندي 0 وهون 1، بينهم النصف، صح؟ معناته أنا بدي هذول من هذول يا تكون 1 يا بتكون نصف يا بتكون صفر. تعالي نحكي مع بعض إيش الأشياء اللي ممكن أنا آخذها. خليك معاي ناخذ اتحقق من فهمي، خليني اخذ اتحقق من انا مش قلت لك ما حاقعد ارسم ولا عبالي، حاورجيك ايش الاشياء اللي ممكن اعملها من غير رسم. طيب هو طبعا صفحاتي اعطيك اياها اللي هي 24. السؤال الأول بالدق حكتب لك إياه، وحكتب كم سؤال وحكتب هون السؤال الثاني، حاول 2 القيم المرجعية اللي هي يا بتحط نصف يا بتحط صفر يا بتحط 1، بس ما طالب مني اني احط اي عدد صحيح، يعني اعتبر انا ان العدد الصحيح مش موجود. خلاص خليكي معاي شوي صغيرة، باجي عليهم 4 على 0،
طيب التسعة عبارة عن 4.5 تقريبا، صح ولا لا؟ التسعة لو قسمتها بالنص حتصير 4.5. عرفوا هاي قريبة إلى إيش؟ قريبة للصفر ولا للنصف ولا لواحد؟ شوفوا إذا كان أكثر من النصف، يعني لو كانت هون 6 على 9 بقول له أو تقريبا تصير إيش؟ تصير للواحد، فعدت النصف. هون تقريبا لا، بعدها بالإيش؟ طيب أقل من النصف؟ لا، تقريبا تيجي بالنصف. لأنه قلت أنا التسعة، التسعة لما طلع المقام، التسعة عبارة عن إيش؟ عن 4.5، لو بدنا نقسم من صح؟ يعني 4.5 هي نفس الإيش؟ تقريب والتقريب. معناته أنا هاي بقول له هاي نصف. إيه؟ طيب بس. هون اثنين يا بس، هون أجيب له اثنين، هو قال لي بس يا صفر يا نص يا واحد، اعتبريها مش موجودة. العدد الصحيح عندي، قلت له موجود عندي خمس أسداس. خمس أسداس. يعني شوفي الستة كلها كاملة وفيها خمسة قريبة لوين؟ زي هون ثلاث أرباع كلها كاملة ضايل واحدة، صح ولا لا؟ ها؟ بالعقل ضايل واحدة، ما لي دعوة بالإثنان أنا هون، هون عندي في الكسر، أنا عدد كسري هيدو خلاص. واضح؟ نيجي على خمس أسداس، خمس أسداس ضايلوا واحد سدس، ضايلوا سدس يصير 6 على 6، يعني يصير كامل، معناته أقرب لمين؟ إيش قلنا؟ لما يكون له بس ضايل واحد كامل، إيش قلنا؟ أقرب إلى الواحد، أقرب إلى الواحد، صحيح، نيجي على هون يا مس، 1 على 12، أوه هذا لسه بداية، زي هون، صح؟ بداية، صح ولا لا؟ بداية، يعني بس في الشيء غير بدينا لسه بعدنا بنمشي من الصفر، ما وصلنا نمشي من الصفر. انا عملها 12 هون 12 وحده وحده وحده، بس هون 1 في 12. شوف يعني قريبه من مين، يعني انا بقول لك ايش تقريبي، قريبه من مين، من الصفر ولا من الواحد؟ طبعا من الصفر. يا حلو صح، حلو ممتع ما شاء الله، يعني ما نكون. خليني اخذ اتحقق كمان من حلي او من صحة من فهمي احسن، من فهمي اللي هي صفحه رقم 25 منها. هينا انا بعطيك الصفحه عشان تكوني معايا. اكل زيد 1 و3 من الايش؟ الرغيف خبز، خبز استخدم آسفة القيمة المرجعية 1 أو 0 أو نص. طيب انسي هاد. طيب أنا 1 و3، 1 و3 صح؟ 1 و3 إيش يعني بدي؟ اللي هي في عدد صحيح، في 1 في 1 مش كمان زيادة عليه، حتى لو قلت حقول له القيمة المرجعية اللي آخذها حاخذها 1. آخذها 1. ليش على؟ هو تقريبي بس، هو تقريبي. بس يعني شو نعمل؟ استخدم أحل المسائل، صفحة كمان 25. نيجي على حل المسائل 25. أنا عندي المسألة الأولى، حكتب المسائل، بحاول أحكي المسائل على السريع، معلش. اللي في دائما عدد صحيح بحطه 1، اللي في دائما عدد صحيح محضين بحطه 1. كمان اللي فيه عدد صحيح دائما عشان اريح حالي بحطه 1، اللي فيه عدد صحيح دائما بحطه ايش؟ 1. أربعة إيش هاي؟ أربعة. اللي فيه دائما يمس عدد صحيح زي ما حكيت لك بحطه 1، لكن إذا كان ما فيش عدد صحيح هي اللي بنتبه له كويس، بشوفه اكبر من النص البسط او اصغر من النص او اقرب لمين. هون عندي على طول هون 1 صحيح، هي 1
قال واحد اثنان صحيح اثنان واحد اثنان ثمانية على عشرة مس العشرة نصها خمسة العشرة نصها خمسة طب ما هي أكثر من النص أكثر من النص طيب إيش هو مس هي هاي واحد على ثلاثة ثلث واحد يعني أقل من النص معناته أنا عندي خسارة كل شو هو هيك الحكي أنا أسف إيش هاي أنا كتبها لا 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 أنا ناقي غلط بس أنا ناقي غلط هذا مين هذا السنة شوية معلش أنا راقي لتحت هذا خمسة خليني أغيره لأنه مش حقعد الحين هذا خمسة وهذا ستة هذا رقم ستة عشان ما تلخبطيش وهذا تسعة على عشرة هذا تسعة لا هاي ستة على عشرة صح طيب وسبعة خليني بعدين اخذ واحد اثنين ثلاثة معلش بس معلش انا نقلت لتحت مش مشكلة عندي سبعة خليني اخذ كمان هاي السبعة مكتوبة عندي هي ثلاثة ثلاثة وتسعة على عشرة وعندي ثمانية أربعة طيب خلينا نكمل مع بعض هو ثلاثة وتسعة على عشرة طبعا تسعة على عشرة مش بينها إلا واحد هي واحد طيب هون اثنين على خمسة طيب هنا الخمسة نصها اثنين ونص اثنين على خمسة هي ولا اثنين على خمسة اللي هي واحد هو في أخطاء كثيرة تكون عندنا بس إحنا لازم ننتبه لها تقريبا هم كلهم واحد طلعوا لأنهم أكثر من النصف طيب تعالي معي على السؤال اللي عندي سؤال اللي بدي ارجع له مس اي خلينا نكمل مس كمان نرجع ثاني مره زي ما حكينا للاول احنا غلطنا بدلنا الاول بدل الاول خمسه عادي نكمل احنا بالاشياء اللي موجوده عندي اللي هي واحد رقم واحد ثم على السريع اثنان أربع أسداس أربع أسداس عندي كمان ثلاثة هي ثمانية على عشرة وعندي أربعة هي ثلث خمس تعالي معي شوي صغيرة نخلص اللي علينا أول شيء الثمن طبعا واحد بس من ثمانية تقولي لي أقرب للصفر الأربعة أسداس تقريبا ممكن تقولي لي هي شوفي لما ضل واحد بكون واحد صحيح بضل واحد لا ضل اثنين ممكن أقول نصف واضح عادي لا ايش بس لما انت طلعت عن النصف طلعت عن النصف بس انا امس جيت لقيت هون ضال اثنين كمان ضال اثنين تقريبا لا بالنصف لا هي بالاخير ولا بالاول صارت نصف ليش هو 8 على 10 ضال اثنين اللي هي عندي ممكن ابقى واحد هي على فكره تقريب انت حره في الطلاب تقول لي ابقى واحد عادي هون يا مس ما فيش الا واحد اللي هي ممكن اكتبها صفر كلها اشياء يعني التقليد بس سؤال بسرعه لك يا اسامه
سبعة أثمان، بدي أقرب هاي سبعة أثمان اللي هي سؤال خمس تسعة، سؤال رقم تسعة ركض أسامة سبعة أثمان، بدي أقربها لأقرب سبعة أثمان متر، بدي أقربها لأقرب نصف أو واحد. طبعا حتقولي لي مش فيش يا مس غير الايش؟ الواحد. ليش؟ لأنها ضايل عليها واحدة وتوصل للعدد الصحيح واحد. طيب نيجي عند سؤال عشرة، سؤال عشرة شو بقول لي؟ مسابقة ثقافية اللي هي يا مس، سؤال رقم عشرة بقول لي يا مس مسابقة ثقافية شو معنى هاي المسابقة؟ أجاب عمر عن 24 سؤال، 24 سؤال من قديش أنا بدي أعملها زي إيش؟ 24 زي نسبة، 24 من قديش؟ من 30 قدي. بقول لي عمر أجاب عن 24 من 30 تقريبا، ضايله شيء بسيط يوصل لل 30 صح؟ على كم علامة؟ طيب مين اللي أقرب؟ النصف ولا الربع ولا آسف ولا النص ولا الصفر اللي هي واحد صحيح؟ أقرب إلى طيب مسألة مفتوحة أنا بدي إياها، بدي قرأ كمان، تعالي نشوف إيش قرأ كمان هون، أحاول أكتب اللي هي 11 إن شاء الله تكون مبينة، أشوفها. ايوه لا الحمد لله مبين. قرأ كمان، كمان كمان ايش قرأ؟ كمان قرأ اللي هي عندي خمس اسداس من الكتاب، وقرأت عندي مين اللي قرأت الثانية؟ اماني قرأت، اماني قرأت ثلاث اثنان على ثمانية أو ثمنان الكتاب، أيهما بدو إيش ينهي قراءة أو إتمام الكتاب بالأول؟ مين اللي بينهي قراءة الكتاب بالأول؟ حتقولي لي يا مس استنى شوية، الخمس أزداد ضايلينها سدس وتصير واحد صح؟ أنا أول شيء بعمله. طيب اثنين على ثمانية شو يا مس مطولة؟ هاي بدأت بداية اثنين، اثنين لسه قدام ستة، ست أثمان معناته هاي الصفر، معناته مين اللي بده ينهي إتمام الكتاب؟ كمان ينهي إتمام قراءة الكتاب إن شاء الله يكون بيّن عندك. أشوف لا والله ما بيّن، حقول هون حطه كمان أنهى كتابة أو إتمام، إتمام قراءة الكتاب، إتمام أنهى إتمام قراءة الكتاب. من هو كمان؟ من هو كمان؟ ليش كمان أقرب إلى الواحد من أماني؟ يعني بدي اياكم تكون كل شيء موجود عندكم. طيب مس ان شاء الله بدي اياكم تحلوا لي كتاب تمارينك اللي هو بتفتح لي على صفحه كتاب التمارين. شو بتقولوا لي مش وين الصفحه هاي اللي بتحكي عنها؟ كتاب التمارين صفحه مس 10، صفحه 10 هاي التدريب لك فقط لا غير، وانا بدي اشوف هذا الحكي شو بدي لك وما تعطينيش الواجب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.